حاولنا في جميع المراحل ديال الحوار اللي كان مع الاتحاد الاوروبي ولا نيغوسياسيون اللي كانت باش نمشيو في الاستدامه. اولا دنا مراقبين اكثر، دنا مغاربه اكثر اللي يمكن يطلعوا في البواخير، كذلك انه حسنا يعني لا سيتياسيون فينونسيير، يعني كانت المعدل هي 42 مليون ديال الاورو اللي كتخلص سنويا، دابا تزنا ل 52 مليون سنويا. إذن وتعطات إمكانيات وبقينا كذلك يعني تقريبا في نفس البواخر، كانت 126 دازت 128. الاستدامة ديال الصيد البحري على حسب يعني البرامج اللي كاينه ديال الهيكلة ديال القطاع الفلاحي ديال القطاع الصيد البحري هي يعني كان محافظ عليها. فيما يخص هذوك التمويلات اللي غادي يكونوا لا كونتر بارتي اللي غادي تكون، غادي نحافظوا عليها باش ان شاء الله توصل يعني لا بوبولاسيون اللي تستحقها واللي تشتغل فيها، وغادي تستثمر في اطار اليوتيز لاعاده الهيكله ديال القطاع ديال الصيد البحري مع برامج اقتصاديه واجتماعيه يعني الاخوان اللي كيباشروا العمل ديالهم في هذا الميدان ديال البحري. فيما يخص الاستدامه بحال دابا بلي كتاخذوا الكوفيت او لا تاخذوا البولب اللي هو واحد الصيد اللي عنده بعض المشاكل عاد كيعاود يتاسس من جديد، هذا حيدناه ما كاينش. كذلك في البحر الابيض المتوسط ما كاينش الحوت بزاف، ما عطيناهمش امكانيات بزاف لان ما كاينش الحوت. اذا كاين واحد التوازن اللي خلى انه اليوم الحمد لله توازنات من كل الطرفين انه يمكن يمشي هذا الاتفاق اللي بدا المسار ديالو في واحد الطريق ديال النجاح، وهو كيأسس واحد لاباز هي جد مهمه لانه كاين معها القطاع الفلاحي وكاين مع القطاعات الاخرى اللي غادي تجي من بعد، ولكن يعني كنشوفوا بان الاوروبيين يهتمون بشكل جد يعني واحد كيعطوا اهميه كبيره لهذا الاتفاقيه ربما اكثر من الفلاحه.